يعد هذا المصنع رائدا في صناعة الأقراص المضادة لمضاد السكري من النوع الثاني أو ما يعرف بالنوفوفورمين بكفاءة شابة و100% جزائرية. حجم استثماره يبلغ 21 مليون أورو وهو حائز على 3 شهادات مطابقة إيزو، الأولى خاصة بالجودة، أما الثانية فبالحفاظ على البيئة، بينما الثالثة فشهادة النظافة والأمن. ولأنه يغطي حاجات السوق الجزائرية ولديه فائض، يطمح القائمون على المصنع للتصدير إلى بلدان مجاورة كغانا، نيجيريا وكينيا. وهو ينتج حاليا عقار الميتفورمين تحت الاسم التجاري نوفوفورمين بجرعاته الثلاث، 500 ملي غرام، 850 ملي غرام والألف ملي غرام، وبطاقة انتاجية تفوق المليار قرص في العام، كافية لسد كل حاجيات السوق الوطنية وفائض معتبر للتصدير. يعتمد المصنع في انتاجه على آلات حديثة وعصرية تمكنه من انتاج كميات كبيرة وبجودة عالية، اما السر في ذلك فالمراقبة الصارمة. هذه الشركة استفادت في اطار العقار الصناعي من 10 هكتارات، توظف نسبة هائلة من خريجي الجامعات وهم كلهم جزائريون، يصل عددهم الى 165 موظف في هذه الشركه. يعد المصنع انموذجا ناجحا في الصناعه الصيدلانيه ببلادنا، جعله يوقع اتفاقيات تعاون وشراكه كتلك التي ابرمها مع صيدل لانتاج الانسولين في قسنطينه واخرى مع جامعه تيزي وزو. مشاريع اخرى قيد الانجاز وهي وحده التحبيب، يعني لا غرانيولاسيون احنا عندنا في تيزي وزو، وإنتاج عقار جديد يعني عقار مضاد لداء السكري من النوع الثاني وهو نوفو نورم. عندنا شراكة مع جامعة تيزي وزو، طلبت السنة السادسة في تخصص الصيدلة في التكوين عندنا هنا في المصنع. آفاق مستقبلية تتعلق بتوسعة نشاط المصنع من أجل زيادة الإنتاج الصيدلاني والحد من البطالة، مؤشرات وأخرى ستساهم حتما في التحكم في فاتورة استيراد هذه الأدوية. Pour approvisionner le monde avec de l'insuline, il faut avoir des usines à travers le monde. Et bien sûr, l'Algérie fait partie de ces pôles de fabrication d'insuline à travers le monde et pour pouvoir alimenter, approvisionner le marché international d'insuline. Et parmi les marchés émergents, l'Algérie est un marché clé. La plus grande partie, bien sûr, de l'investissement est pour l'éducation et la formation. Nous formons, nous éduquons pas mal de staff, qui s'occupent des patients, donc les médicaux et paramédicaux, et aussi des gens qui sont directement pour la lutte contre le diabète. Nous travaillons actuellement avec Saïdal en partenariat pour cette usine de Constantine, et en principe, nos produits vont apparaître à la commercialisation à partir... Employer le personnel adéquat, le former et avoir tous les contrôles techniques nécessaires et à ce que ça soit impeccable.